واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك الكبار، كابتننا الكبير كابتن محمود ابو رجيله. كابتن محمود تحياتي ليك يا كابتن. كابتن مساء الخير يا فندم. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، اخبار حضرتك ايه؟ كابتن كبير ايه وانت معاك احسن كباتن في مصر؟ ايه يا كابتن، انت كابتننا واستاذنا والمعلم بتاعنا يا كابتن. انت معاك احسن لعيبه جت في الكوره المصريه. هي العين تقلع عن الحاجب يا كابتن. احنا بالنسبه لهم يعني حاجه ثانيه. كابتن رضا بيقول لك العين ما تقلعش عن الحاجب يا كابتن. كابتن ابو رجاله مساء الفل على حضرتك، وانت رمز من رموز الكره المصريه ونادي الزمالك، كلنا بنفتخر بيك، وانت يعني بنقول لحضرتك المعلم والتلميذ. اقسم بالله العظيم انا فرحان فرحه العيال لما الاقي حد بيطلبني دلوقتي. انت يعني كابتن تنورنا والله. ان انا مت كرويا لا بعد يعني. الشر عليك يا كابتن، اديك الصحه كابتن. لكن انا متابعكم وبتفرج عليكم وبتفرج على الخناقه اللي بتحصل بين رضا وبين محمود ابو الدهب كمان. كابتن محمود ابو الدهب معاك. لا محمود ابو الدهب بيرفع على طول يعني، اول ما يحصل حاجه يروح رافع على طول للاوفر. كابتن منورنا والله، منورنا حاجه. الحمد لله الجلسه بتاعتكم جميله. ربنا يخليك كابتن والله. انا اتفرجت على المباراه طبعا. رايك فيها كابتن؟ رايك فيها تعليقات كده لكن غريبه الشكل شويه. اتفضل يا كابتن، اتفضل اتفضل. يعني عايز اقول ان الزمالك يعني حضر المباراه بعد الدقيقه 35 لما نزل شيكابالا حضر المباراه. حتى بيكلمني من رحاب بيكلمني فبقول له الزمالك كسب 5-2. قال لي ازاي 5-2؟ قلت له 2-2 و3 ناشئين. تمام، تعليق حلو برضه كابتن بنهزه. يعني احسن حاجه في المباراه ان جول شيكابالا والاوفر اللي اتعمل، وبعدين الثلاثه الناشئين بتوع نادي الزمالك بسم الله ما شاء الله. لو استمرت الامور كده هتبص تلاقي في كل مباراه حتى ابن فاروق جعفر نزله في الاخر يعني لو اداله فرصه كويسه، لان اللي قبل كده الماتش اللي قبل كده كان لعب تقريبا هاف تايم اللي جاب فيه الجول من الشوط الداخلية يا كابتن. ماتش الداخلية ما لحقش يلعب، لكن ان الشوط النادي الاهلي لعب الشوط الاول كويس واستحوذ على الكرة كتير. لكن الزمالك بعد ما نزل شيكابالا اتغير الشكل اللعب وروحنا للجول كتير، وفي الاخر نقدر نقول ان التعادل بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي تعادل عادل يعني ما هوش مشكله يعني. الكل كان بيبحث يا كابتن عن الفوز، ولكن طبعا هو سر اللقاء الاهلي التسيد في الشوط الاول زي ما انت قلت كده حتى الدقيقه 35 او 40 تقريبا، وبعد كده بعض التغييرات اللي حصلت لفريق نادي الزمالك خلت الامور كمان ترجع بالنسبه لنادي الزمالك. لكن عايز اخد رايك في الاداره الفنيه بالنسبه للكابتن سامي قمصان، لو حضرتك متابع طبعا الكابتن سامي قمصان هو اول يعني اول ماتش ليه. على فكره مرنت سامي قمصان زمان لما كان في قبل ما يروح النادي الاهلي في شبين. في شبين يا كابتن؟ نعم كان في شبين، كان في مرنت شبين. انا عايز اقول لحضرتك اني طبعا ابننا سامي قمصان يعني دخل في معركه، لكن هو اشتغل مع مدربين كتار يعني اشتغل مع اكثر من مدرب اجنبي فاكيد يعني خد منهم حاجه يعني. واحنا ما بنصدق نلاقي حد كويس عشان خاطر كلنا نقف في ظهره، لان انا شايف ان ضربوا المدربين المصريين كلهم بالاعدام يعني خلصوا عليهم يعني بعد ما جه هاب جلال من الدار للنار. شايف كده ان الدنيا كلها مقلوبه على المدربين المصريين، مع ان انا من جيل الستينات لغايه لما دخلنا في جيل التسعينات واحنا عندنا احسن لعيبه كوره في مصر. انا كنت من شويه كده قاعد اقول ايه ازاي انا مرنت طه بصري وحسن شحاته وفاروق جعفر وحماد عبد الحليم وطارق واسمه ايه دوت حماد عبد اللطيف والكابتن رضا، يعني مرنت ناس على اعلى مستوى، فين هم الناس ديت؟ فين الناس اللي زيها؟ فين الناس اللي زيك يا كابتن؟ مع كل الاحترام والتقدير انت لسه بتتكلم في حته دلوقتي المدربين، احنا ما عندناش مدربين بمنتهى الامانه، انما